والآن جولة على المشهد السياسي مع الزميلة جوزيفين ديب. مساء الخير جوزيفين. مساء الخير جورج. يعني الأوضاع أو المشهد السياسي الداخلي معلق أكثر على التطورات الإقليمية والدولية، يعني طبعا من غزة للولايات المتحدة للانتخابات ولعودة نتنياهو من الكونغرس لنشوف شو بده يعمل. شو أبرز شيء بالمشهد اليوم؟ هو كلنا ناطرين نتنياهو ليرجع لنشوف شو بده يعمل، إذا بده يروح صوب تصعيد ولا هدنة. خلينا نشوف سوا، وبهذا الوقت نحن هون بالداخل التصريحات والسجلات. صح، تفضلي. مساء الخير. وسط شح الأخبار المحلية، كل الأنظار تتوجه إلى ما سيقوم به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد عودته من الكونغرس الأمريكي. أما عن لبنان فعنوان هذا اليوم أن هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن الجيش أبلغ القيادة السياسية اكتمال الاستعدادات لمناورة برية كبيرة في لبنان، ولفتت إلى أن الجيش يعد قبل المناورة البرية لتنفيذ عمليات جوية قوية. صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بيان قال فيه أن الرئيس نبيه بري أفصح عن مكنوناته كلها دفعة واحدة بطرحه ثلاثية جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، تشاور فتوافق فانتخاب، وهذا يعني بوضوح تام تطير الانتخابات الرئاسية بشكل عملي وفعلي وجعلها خطوة شكلية بعد التشاور والتوافق. إن هذا المنطق يشكل ضربا كاملا للدستور. وقال جعجع أن معادلة الرئيس بري الجديدة تحول المجلس النيابي إلى لويا جارجا، بدلا من أن يكون مجلسا ينبض بالحياة وتجري الأمور فيه كما ينص الدستور وكما تجري في سائر برلمانات الكرة الأرضية. وفي الأحوال كافة تذكرنا ثلاثية الرئيس بري الجديدة بالثلاثية القديمة جيش وشعب ومقاومة، والتي أدت إلى مصادرة دور الجيش الذي وحده يدافع عن لبنان، وأدت أيضا إلى تهجير الشعب الذي يعاني الأمرين من تغييب الدور الفعلي للدولة. ومعلوم أن اللويا جارجا هي هيئة استشارية قبلية يعد اجتماعها تقليدا قديما في تاريخ أفغانستان، وخاصة في القبائل البشتونية التي تمتد في انتشارها إلى بعض أجزاء باكستان. وفي اللويا جارجا يجتمع رؤساء القبائل ووجهاؤها السياسيون والدينيون وسواهم للتشاور في حل مشاكلهم المتعلقة بشؤونهم السياسية والعامة. زار عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام ونائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في مقر إقامته في اليرزي، وتناول البحث الشؤون السياسية العامة والعلاقات السعودية اللبنانية ورؤية المملكة للشراكات الاستراتيجية. الوزير السابق كريم بكردوني يقول عبر برنامج الحدث أن المخرج الرئاسي هو بترشح سليمان فرنجية وسمير جعجع، داعيا إلى حوار بين القوات والحزب. لما بتحكي بسليمان فرنجية لازم تحكي بسمير جعجع، ولما بتحكي بسليمان فرنجية بتقدر تحكي كمان بجبران بسيط. بس أنا بقول المعركة الطبيعية يلي يمكن تصير، وأنا بعتقد هذا الاتجاه. كيف يعني؟ بشكله بين سليمان فرنجي وسمير جعجع. عم بتقول أنه رح نوصل لوقت تصير في معركة رئاسية بين أنا بعتقد ذلك سليمان فرنجي وسمير جعجع؟ أي طبعا. بسنة 1970 صار في معركة بين الحلف والنهج، يعني النهج كانوا الشابيين والحلف كانوا تحالف كميل شمعون وبيير جميل ورمي وقدي. عملوا انتخابات، ربح سليمان فرنجية على صوت واحد. نعم. والكل قبله. بصير متفائل انه انتخاب رئيس بات قريبا لما يبلش يصير في حوار بين القوات اللبنانية وحزب الله. اذا بلش هذا الحوار اعتبري في رئاسة الجمهورية، واذا ما بلش هذا الحوار اعتبري انه شعور الرئاسي طويل. نعم. قصدك حوار ثنائي؟ ايه. انا بس هذا الحوار يعني غير يعني ما في له اي مؤشرات هذا الحوار، خصوصا في ظل الحرب والمواقف الحاليه. بدي اقول لك هالحوار ما ممكن يبلش فجاه، هالحوار يتطلب وسائط، يعني وسطاء يقدروا يقربوا وجهات النظر بيتم الإعلان عنه. لسبب اليوم أنا بعتقد أهم شيء هو أن يكون في وسطاء همهم أنه يقربوا ما بين القوات
وبين القوات وحزب الله. النائب وائل أبو فاعور وبعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وصف خطاب نتنياهو أمام الكونغرس بالاحتفالية المشينة والتشي بالكثير من المخاطر، داعيا اللبنانيين إلى الحوار والتوحد. وتفترض بنا كلبنانيين أن نبحث فيما يجمع بيننا وفيما يمكن أن يقودنا إلى أفضل موقع ممكن في مصائرنا الوطنية. وهنا أهمية الحوار ليس فقط حول مسألة الرئاسة بل حول كل الشؤون الوطنية المطروحة، لأننا رغم كل هذه المخاطر ورغم ما يجري في الجنوب فنحن في الداخل نتضور جوعا ونتضور فراغا ونتضور أزمة اقتصادية وشغور في كل المؤسسات. نأمل أن ننصرف جميعا كلبنانيين إلى بعض الحكمة في مقاربة أمورنا، الحوار بدل التراشق والبحث عن المشترك بدل الاشتباكات السياسية المفتوحة في هذه الظروف الصعبة. المشرف على موقع الانتشار إبراهيم عوض أكد ضمن برنامج هنا بيروت أن الثنائي فضل عدم لقاء المعارضة بسبب مواقف سمير جعجع التي تهاجم الرئيس بري. القبول في نهائيا قبل انتهاء الحرب في غزة، لذلك ما في كنا مستمعين، ما في أي شيء ناجز من قبلنا بالنسبة للسيد روكستين، ما كان في أي شيء ناجز. أنا مسؤول عن كلام ما أخذ شيء من الرئيس بري، يعني لأنه الرئيس بري هو اللي عم بفاوض. الرئيس بري بيقول له وقفوا الحرب بغزة وبتاخذوا أكثر ما أنتم عم تطلبوا، وبتاخذوا أكثر ما أنتم عم تطلبوا، يعني 1901 وغير 1901. أولا كان حزب الله قريب جدا من إعطاء موعد للفريق المعارض، وأنا وحكيت مع الأستاذ إبراهيم المساوي وزميلنا النائب إبراهيم المساوي، قال لي نحن ما عندنا مشكلة، نحن منحاور الكل نطق الكل، بالعكس نحن دعاة حوار. ما في بعد يومين ثلاثة طلع الدكتور سمير جعجع وشن هجوم طويل عريض على الرئيس نبيه بري، لذلك هون حزب الله لا يمكن أن يعطي موعد لفريق المعارضة إذا الرئيس بري مش حيعطي أو فريق الرئيس بري مش حيعطي كمان موعد. هلا الشيء اللي صاير بصراحة أنه عم يحاول يقولوا ألغي الموعد، لا خلينا نكون دقيقين، لم يكن هناك من موعد لا من قبل حزب الله ولا من قبل عين التاني. أعلنت وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع تلاميذ الضباط لصالح الجيش قوى بر جو بحر لكل من مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك بطريقة المباراة من بين العسكريين ذكور وإناث والمدنيين ذكور فقط، من حملت شهادة الإجازة الجامعية وما يعادلها رسميا بجميع فروعها والحائزين شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميا للعسكريين فقط أو الحائزين شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميا مع إفادة إثبات القيد للعام 2014 لشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها ومعدل علامات 12 على 20 وما فوق وفقا لإفادة رسمية مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي وإفادة الصف الثالث ثانوي في العام الدراسي 2019-2020 على أن يحاز للعسكري التقدم لصالح أي من الأجهزة المذكورة أعلاه. ومع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام الفقرة جورج. شكرا جوزفين.